تونسية تحكم في أعراق بطولة العالم للتنس، تعرف عليها. مريم بوغابة حكمة دولية تونسية تألقت في عالم تحكيم لبطولة التنس الكبرى، وأهمها بطولة ويمبلدون العالمية التي تعد أقدم بطولة في رياضة كرة المضربة. حظيت بوغابة سنة 2019 بأول مشاركة لها في بطولة ويمبلدون العريقة للتنس من خلال مشاركتها في التصفيات، لتليها مشاركات أخرى سنتي 2022 و2023 التي شهدت أول تجربة لها في الأدوار الرئيسية بإشرافها على تسيير المباريات والإجابة عن استفسارات اللاعبين إلى جانب تحديد النقاطي والفائز بالمباراة. وهذه هي السنة الثالثة على التوالي التي تألقت فيها الحكمة التونسية في ثانية تجربة لها في الأدوار الرئيسية وسط تفاعل واسع من التونسيين على منصات التواصل الاجتماعي. بوغابة عبرت في تصريح إعلامي عن فخرها واعتزازها بتحقيق حلمها، وهو الحضور في البطولة الأعرق عالمية للتنس، داعية الجميع إلى عدم الاستسلام وإلى التشبث بالحلم مهما كان صعبا. وشهدت الأعوام الماضية بروز عدد من حكمات التنس التونسيات التي كسبن شهرة غير مسبوقة في اللعبة، ونلن خطوة كبيرة في عدد من البطولات الدولية، من بينهن إيناس والها وفاتن بن الحومة.